المقدسة أفضل وأحسن وأميز. وناصر البلبول يطلق صافرة بداية هذا اللقاء. في حال يعني استثنينا كأس فلسطين، كرة في الأمام تسديدة إلى خارج أرضية. تامر طاطون يتفوق عليه لاعب فريق السمو، انطلاقة عند لعمور، لعمور على اليمين، دخول لعمور بالمنطقة وإصابة وفيها محاولة للسمو داخل المنطقة، تلعب أمامية خطيرة، محاولة بالراس إبعاد من دفاع الشباب، أبو عواد تبقى خطيرة أمامية، دربكة داخل المنطقة على اللاعب فريق السمو، كرة في الأمام، تبقى الكرة عند فريق الشباب، لمسة عند عدي خروب يلعبها لفهد العطل، تسديدة من مقابل هدف، والسموع خرج أمام بلاطة بهدفين مقابل هدف على ملعب فيصل الحسيني. كرة في الأمام للسموع، خطيرة لإسماعيل لعمور، محاولة، فرصة مش متسلل إسماعيل، هذه الكرة الأخيرة اللي لعبها حسام أبو عواد للاعب إسماعيل لعمور، مش متسلل، اللي لعب كرة كرته كانت خطيرة، اللي هو عند حسام أو عند سامح سرحان. السموع أمامية، فرصة خطيرة، انطلاقة، لمسة ومحاولة خطيرة لفريق السموع، تبقى أمامية، محاولة، دربكة على مشارف المنطقة لأبو عواد، أبو عواد على الكرة الأخيرة، على الكرة الأخيرة، جميلة جدا الكرة الأخيرة، جميلة جدا الكرة الأخيرة، كانت يعني رائعة. ولا أدخل عن طريق اللاعب عدي خروب، كرة في الأمام للسموع، محاولة، فرصة خطيرة للسموع، ماذا تفعل يا سباخي؟ أخي قد لا تأتي مرة أخرى يا سباخي، المرور من هيثم ذيب كان رائع يا سباخي، لكن سباخي في لحظة شباب الخليل باتجاه إسماعيل لعمور، لعمور انطلاقة من لعمور، لعمور يمر عبر محمد الطويل، لعمور يلعب عرضية لعمور، إبعاد، كرة خطيرة، هل يستطيع إكمال المباراة أم لا؟ لكن شوف الكرة الأخيرة، طويل أصلا مصاب، وسرعة إسماعيل لعمور قتلت محمد الطويل، والكرة الأخيرة كاد مؤمن إخبارية، إسماعيل لعمور، لعمور يلعب كرة أمامية، تسديدة خطيرة أنه يحتاج في هذه المباراة للتسجيل كما يفعل أو كما يريد أو كما يحتاج فريق السموع. أشرف نعمان، 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 نعمان يسدد، تبقى للشباب، عدي خروب، خروب، خروب عنده كرة يلعبها، تسديد، الله، الكرة الأخيرة يا عدي خروب، هذه الكرة الأخيرة اللي من عدي خروب، يا سلام يا سلام. أشرف نعمان ضربة حرة مباشرة ستلعب داخل منطقة الجزاء، ساقطة أمامية للشباب، صنع فرصة هيثم ذيب، كان قادر أنه يسجل في مرمى لعب إلى جانبه، حقق الشباب الدوري، كرة داخل المنطقة، تبقى للشباب، أمامية خطيرة، تدخل لأنه العميد، تدخل لأنه تاريخه التالي، تدخل لأنه اسمه العميد، تدخل أمامية رائعة، تدخل يا عبد الصمد، يا مستينة، خطأ كبير، وفهد العتال، ارتباك من الحارس توفيق علي، لكن تبقى الكرة عند الشباب الآن، انطلاقة عند أبو ناهية، محاولة على اليمين، مرتدة على اليمين، كرة على اليمين، مرور على اليمين، عرضية، متسلل متسلل فهد العتال، هذه الكرة، هذه الكرة، نعم، التسلل حاضر صحيح 100%، كرة في الأمام، انطلاقة، لمسة داخل المنطقة، محاولة إبعاد من عبد الصمد، أبو سنيني، تبقى الكرة أمامية، تسديدة، محاولة، فرصة خطيرة للشباب، أمامية داخل المنطقة، تخلص من دفاعات السموع. الشباب في المواسم القادمة سيكون واحد من أفضل اللاعبين الناشئين في فريق الشباب وفي الدوري الفلسطيني. كرة في الأمام، لمسة عند أبو عواد خطيرة، إبعاد من الطويل، خروب وتامر تطور دائما ومن الأطراف بمؤمن إخبارية، ويوسف الأشب، كرة في الأمام خطيرة ومحاولة، فرصة للشباب على اليمين، عرضية للشباب أم لا؟ كرة لأحمد أبو ناهية، أبو ناهية، كرة للشباب، تلعب داخل المنطقة، إبعاد عن طريق سامح سرحان، عدي خروب يلعب عرضية ممتازة، فهد عدي خروب ولفهد العتال كان وحيد، الكرة عنده ضربة حرة مباشرة للسموع، تلعب داخل المنطقة خطيرة،
ابعاد عن طريق هيثم ديب، تبقى اماميه، ابعاد عن طريق ابو ناهيه، انطلاقه من ابو ناهيه، راح ابو ناهيه، فرصه لتخليص المباراه، فرصه للثاني للشباب اماميه لمهند فنون، فنون 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 العميد. والاهلي وفي كل الاحوال هو نهائي. خليلي خليلي، كره في الامام، انطلاقه للثاني 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 وعبد الصمد ابو سنينه. هذه الكره الاخيره من ابو ناهيه، ابو ناهيه واغلاق يعني كره ليها الشباب. اشرف نعمان، نعمان يلعب كره على اليمين بشكل ممتاز عند احمد ابو ناهيه، ابو ناهيه معاه مساحه، ابو ناهيه فرصه لتخليص المباراه عند الشباب. سموع حاول انه يغلق فيها المساحات بشكل كبير. المباراه انتهت على هدف الكره، او حتى الان على هدف الكره في الامام، لمسه للشباب، محاوله فرصه خطيره لاحمد ابو ناهيه، يضيع فرص غير معقوله للامانه خطيره احمد ابو ناهيه. هذه الكره الاخيره اماميه ولمسه عند السموع الى خارج ارضيه الميدان، ضربه مرمى ومعها الحكم الكابتن ناصر الغلبون، يطلق صافره نهايه المباراه بتاهل فريق الشباب رسميا الى نهائي كاس فلسطين ليقابل فريق اهل الخليل في الايام القادمه ضمن النهائي، في يعني اول نهائي يجمع فريقين خليليين ضمن نهائي كاس فلسطين. احتفالات الجميع.